قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان الصوم الأربعين المقدس في الكنائس الرسولية. وقد أجرى البرنامج اتصالين هاتفيين مع الأب فرح عجزين والأب فادي هلسة، أضافا عبر الهاتف أفكاراً روحية وإيمانية حول الاستعداد للصوم وثمار الالتزام به قبل قدوم الفصح المجيد. فإلى هناك. حلقتنا اليوم طبعاً عن الصوم، ما بدنا كتير نطول لأنه الصوم يعني فيه مادة زخمة، وبداية الصوم الأربعيني. فأبونا نبلش افتتاحية ومن ثم ناخد اتصالات من الكهنة ومن ثم نعلق. نعم صحيح. تفضل أبونا. موضوع الصوم بالحقيقة هو يعني إذا جاز التعبير يعود لسفر التكوين. نعم. ويعتبر أنه الأمر الإلهي بالصوم كان عندما طلب الله تعالى من آدم وحواء أن لا يأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر، من شجرة الخلود، فكان بمثابة انطلاقة للصوم. فيما بعد أخذ أنبياء العهد القديم مفهوم الصوم دكتورة من حيث أنه هو تكفير، فكان يكون مع السجود والبكاء، ويجيبوا شيء اسمه المسح. نعم. بمسحوا حالهم فيه. وكان داود لما يصوم كمان يعني يعاملوا الجسد شوية بطريقة يعني قاسية خشنة. نعم بالضبط. ولكن الصوم بالعهد الجديد مفهوم اختلف كليا. نعم. مع يسوع هو أصبح فرح وليس حزن، لذلك احنا بنصوم قبل الميلاد أيضا، بنصوم قبل الفصح وقبل عيد السيدة، عيد سيدتنا والإله مريم العذراء، كذلك صوم الرسل. ففي أربع أنواع بالكنيسة البيزنطية، أربع أنواع من أوقات الصوم، بالإضافة لأنه في ناس بيصوم يوم أربعة ويوم جمعة على طول السنة، ما عدا الزمن اللي يعقب زمن الفصح، في هذا زمن ممنوع الصوم فيه، بيكون زمن فرح. ففكرة الحزن والفرح بالصوم كثير ركز عليها الكتاب المقدس بشقيه، العهد القديم والعهد الجديد. الصوم بمعنى الامتناع. نعم. الصوم بمعنى نسيتا باليوناني اللي هي الامتناع أو الإمساك. نعم عن الأكل. بالضبط. الإنسان بيولوجيا في له حاجيات كي يبقى على قيد الحياة، الأساسيات. نعم. اللي بدونها بيموت، زي الأكسجين، زي الماء في فترة معينة، الأكل بيستطيع يحتمل الانقطاع لفترة معينة. من هون ميزت الكنيسة مصطلحين، ما مصطلح الصوم والقطاعة. نعم. غالبيتنا بفكر حاله بصوم بس هو عامل قطاع عن منتجات الحيوان وليس الصوم، كلام واضح. نعم. الصوم أو الصيام من نفس المصدر، صام يصوم، بمعنى من ساعة 12 بالليل ل 12 الظهر ولا حتى مي. نعم. هذا الصوم. نعم. يعني لا أكل ولا شرب. ولا شرب. هذا الصوم. نعم. ولكن اللي يمارس التقوية البيزنطية القديمة اللي معتادين عليها كل الناس إنه كل منتجات الحيوان ينقطع عنها مدة 40 يوم، كمان الناس بيقولوا الصوم الأربعيني 40 يوم، بس كمان في أسبوع الآلام بنصوم فيه. نعم. فبطلع أكثر من. نعم. من 40 يوم. من 40 يوم حرفيا. نعم. بس هيك الفكرة كانت الناس يعني سائد الفكرة إنه الصوم الأربعيني. هلا الجسد والنفس الإنسانية إذا ما كان في تناغم واعتدال وموازنة بيصير في خلل بنظام. إذا ركز على الروحانيات كثير بصير خلل بالجسديات، إذا ركز على الجسديات أصبح إنسان. يعني إحنا دائما بنحط إنه الإنسان ليس ملاكا وليس شيطانا. نعم. إذا تركت للجسد أهواؤه مالت إلى السلوك الشيطاني. نعم. وإذا تركت النفس، إذا تركتها تميل كلياتها الروحانية أصبحت ملاكا. الصوم ركز يسوع في مفهوم على اللقاء مع الله، هي التوبة. بالعهد القديم كان لأنه عملوا خطايا غضب الرب الإله عليهم، نزل عليهم مشاكل العناء، فصام الملك أحاب، فصام النبي فلان، يعود إلى الله. ويعني كأنها كانت بالعهد القديم مبدأ تكفيري عن خطايا. نعم. اليوم بالعهد الجديد نحن نصوم من أجل هذا التوازن النفسي والروحي، بنعمل رياضات جسدية وبنعمل أيضا رياضات روحية بنسميها. الصوم يمس الإنسان في غمرة حياته اليومية أنه مركب من نفس وجسد، ويتناسى أحيانا نفسه العنصر الأساسي، ويتعامل مع أخي الإنسان ومع ربه على مستوى الجسد. فإذا قيم الإنسان قيمه بما يملك، وإذا حكم عليه حكم على مظهره،
وإذا تعامل مع الله اكتفى بالعبادات الخارجية وإتمام الواجبات الدينية ظاهريا دون أن تعبر عن مشاعر داخلية أو تترك أثرا في سلوكه اليومي. ويتدعون الكنيسة في هذه الأيام إلى الصيام، إنما تدعو الإنسان بعنصرين بنفسه وجسده إلى الالتزام بهذا الصيام، لأن يكتفي بعض المظاهر الخارجية وقلبه يبقى بعيدا عن الله. إن مثل هذا الصوم مرفوض عند الله كما يقول الكتاب المقدس: مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. وأيضا إذا افترش الإنسان المسح والرماد يسمي ذلك صوما ويوما مريا للرب، يقول أشعيا: فقد حدد السيد المسيح للإنسان ولكل الإنسان بعنصرين ماذا يجب أن يعمل في هذا الصيام تجاه قريبه ونفسه وربه، عندما طلب منا أن نمارس هذه الأمور الثلاثة أثناء الصيام: الصدقة والصوم والصلاة. أولا الصدقة. إن الصوم الحقيقي لا يقوم فقط بالانقطاع عن الأكل، بل إذا شعرنا بالجوع وذلك لكي يساعد الجياع. الصوم لا يقوم بالحرمان فقط بل بالعطاء. أليس الصوم الذي أثرته هو أن تكسر الجائع خبزك وأن تدخل البائسين المطرودين بيتك، وإذا رأيت العريان أن تكسوهم وأن لا تتوارى عن لحمك، حينئذ يتبلج كالصبح نورك وتزهر عافيتك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع شملك، حينئذ تدعو فيستجيب الرب وتستغيث فيقول هأنذا. أشعيا 58-8-9. الصوم إذن هو امتناع عن تناول بعض الأطعمة نقمع به جسدنا، وذلك لكي تتحرر النفس وتشعر مع الجياع والمحتاجين. لذلك يكون الصوم الخارجي تعبيرا لشعور صادق للمساعدة للفقير والجائع والمحتاج. وشهر الصيام ليس شهر اقتصاد وتوفير، لأن الرغيف الذي تصوم عنه هو ملك للجائع، والقرش الذي توفره هو ملك للمحتاج. فما أحرانا في نهاية صومنا أن نقدم للفقراء حصيلة صومنا. ثانيا الصوم. يذكرنا السيد المسيح في زمن الصوم هذا بواجباتنا تجاه أنفسنا بممارسة الصوم. بالخطيئة يقوم الإنسان بإرضاء نفسه على حساب ربه، وبالتوبة يرضي الإنسان ربه على حساب نفسه. بالصوم يكفر الإنسان عن خطاياه ويقوي الضعف البشري لئلا يقع في الخطيئة. قال القديس فاسيليوس: صوموا فأنتم خطأ، صوموا لئلا تخطوا. طبعا أبونا فادي هلسي من الكنيسة الأرثوذكسية، يعني احنا أخذنا الجانبين الأرثوذكسي والكاثوليكي في معنى الصوم، مع أنه معنى الصوم واحد في كل الكنائس يعني. لكن لابد من سماع كلمة منك أبونا فادي بخصوص الصوم. شكرا دكتورة. تفضل. الحقيقة أن الصوم يعني شائع منذ العهد القديم. نعم. قد يكون الصوم هو الوصية الأولى لآدم في الفردوس القديم، حين طلب منه الرب وصية الصوم عن شجرة معرفة الخير والشر. استمر الصوم يعني خلال العهد القديم وخلال أيضا العهد الجديد، وفيما بين العهدين كان أبرز رجال الصوم هو كان يوحنا المعمدان فيما بين العهدين. وحدثنا القديس لوقا عن حنة النبي دائما أسهار وأصوام وتضرع لمدة 84 سنة من لما فقدت زوجها. المسيح تكلم باستفاضة عن الصوم في العهد الجديد. وإذا في ناس بعتقد إنه يسوع ألغى الصوم، لا، يسوع ما ألغى الصوم، يسوع أجل الصوم ولحين صعوده، لأنه هو رب الصوم وهو حر، فما قال ما لا يصوم بني العرس مدام العروس معهم، متى ما رفع العروس فحينئذ يصومون. إذن هو لم يلغي الصوم،
ولكن هو أجله إلى ما بعد صعوده. وما ننسى أنه رب يسوع المسيح بالجسد كان أبرز الصوامين. استمر الصوم، بحدثنا أعمال الرسل، سفر أعمال الرسل، عن أنه الكنيسة مارست الصوم. بحدثنا الرسول بولس في أكثر من موقع في رسائله الأربعتاشر أنه هو كان يمارس الصوم والسهر والصلوات. الآن تحدث الرب يسوع المسيح والإنجيل بشكل عام عن الصوم، لكن كيف الصوم بيكون واقع عملي في حياتنا؟ الصوم اللي رتبته الكنيسة بحسب آباء المجامع المسكونية والمجامع المحلية اللاحقة، تحديد الصوم وتحديد أيام الصوم. وأفضل من تكلم عن الصوم من الآباء القديسين هو القديس باسيليوس الكبير. نعم. شوفوا شو بيحكي، بيقول يا لعظمة الصوم، الصوم حارس للنفس ورفيق أمين للجسد، الصوم سلاح الشجعان ومدرب النساك، الصوم يصد التجارب ويمهد الطريق للتقوى، إنه رفيق الهدوء وصانع العفة، الصوم يعمل أعمالا باهرة في الحروب، بين قوسين أقصد الحروب الروحية، ويعلم السكينة في وقت السلام، الصوم يقدس النذير اللي بده يصير راهب ويجعل الكاهن كاملا، الصوم يجعل العاقر تلد أولادا ويصنع الأقوياء،